السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الكرة العراقية، أهلا وسهلا بكم. نجح الاتحاد العراقي لكرة القدم في التعاقد مع المدرب السلوفيني سيرتيشيكو كاتانيتش لتدريب المنتخب الوطني بعقد يمتد لثلاث سنوات كاملة. وقالت مصادر صحفية أنه تم إبرام العقد مع المدرب السلوفيني لقيادة أسود الرافدين لمدة ثلاث سنوات قادمة، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي خلال الأيام القادمة. أن الجهاز الفني بأكمله للمدرب السلوفيني سيتقاضى 1,200,000 دولار في العام الواحد. وقال رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد العراقي فالح موسى أن الاتحاد بدأ فعليا بتأمين التأشيرات اللازمة للمدرب وكادره المساعد بغية الحضور للعاصمة العراقية بغداد لتوقيع العقد وتقديمه رسميا إلى وسائل الإعلام، وأن الاتحاد تفاوض بسرية تامة مع المدرب السلوفيني لعدم تكرار ما حدث مع السويدي إريكسون. وسبق للمدرب السلوفيني أن قاد الإمارات في تصفيات كأس العالم 2014، كما تولى مسؤولية المنتخب السلوفيني في تصفية مونديال روسيا، ودرب كذلك النادي أولمبياكس اليوناني عام 2003. وتتلخص إنجازاته التدريبية بالتتويج بلقب الدوري السلوفيني لمرة واحدة، والتوغل مع المنتخب المحلي إلى كأس العالم 2002 وإلى أمم أوروبا 2000. فنبقى مع اخبار الكادر التدريبي للمنتخب الوطني، حيث اكدت بعض المصادر الصحفيه من قنوات ومواقع مقربه من مدرب المنتخب كاتانيتش عن نيه المدرب السلوفيني بضم لاعب منتخبنا الوطني السابق ناشد اكرم للكادر التدريبي لاسود الرافدين بصفه مشرف على المنتخب. يذكر ان ناشد اكرم الملقب بمايسترو الكره العراقيه شارك في تحقيق اغلى القاب الكره العراقيه وهو كاس اسيا 2007. حافظ المنتخب الوطني على مركزه في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الصادر أمس الخميس، وجاء المنتخب الوطني في المركز 89 عالميا برصيد 1274 نقطة، الحافظ على ترتيبه لشهر حزيران الماضي. واحتل المنتخب الوطني المركز 11 على مستوى قارة آسيا، جاء بعد منتخبات إيران وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية وسوريا والصين والإمارات ولبنان وعمان، فيما جاء في المركز العاشر على مستوى المنتخبات العربية. وإلى أخبار المحترفين، كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن مدافع المنتخب الوطني العراقي ونادي أودينيزي علي عدنان يقترب من الانضمام إلى صفوف الجنوى الإيطالي في الانتقالات الصيفية الجارية. وذكر الموقع أن نادي أودينيزي يواصل مفاوضاته من أجل ضم المهاجم جنوى جيانالوكو مقابل بطاقة علي عدنان، ويسعى أودينيزي إلى استغلال حاجة جنوى للظهير الأيسر بعد انتقال مدافع الأوروغواني دييغو إلى صفوف نادي ميلان.